السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجراد في المدينة، نص مسلسل رائد في اللغة العربية بطبيعة الحال. إذا هذا هو النص، هو هتقراوه بوحدكم، سهل مفهوم، ونحاول نخدموا عليه لأن ما كاينش أسئلة في الكتاب كما كتلاحظوا في الكتاب ديالكم، فغادي نستخرج منه كاع اللي ممكن يسألكم عليه الأستاذ واللي تحتاجوه اللي ضروري تخدموا عليه هذا النص هذا. ملاحظة وتأطير نص الجراد في المدينة، درس العنوان، الجراد في المدينة تركيبيا يتألف، عنوان النص من ثلاث كلمات هي الجراد في المدينة. إذا تكون فيما بينها مركبا إسناديا، الجراد مبتدأ في المدينة خبر شبه جملة. إذا كما شفتوا أنواع الخبر اللي قريته شبه هذا شبه جملة. دلاليا يشير العنوان إلى اكتساح الجراد للمدينة. الرسوم المرفقة تركيبيا، عرفتوا ليك تركيبيا بحال تراكيب بحال تعربها تعرب العنوان هنا دلاليا، يعني المعنى ديال العنوان. الرسوم المرفقة دوك الرسوم تخللت الفقرات، كل فقرة كنديروا فيها رسوم، تخللت فقرات النص مجموعة من الصور المرتبطة بمضامين النص السردي. علاقة العنوان بالمشاهد تنسجم، يعني تتوافق المشاهد مع العنوان من حيث المضمون والصيغة، صيغة الجمع. صاحب النص هو زكريا تامر، أديب سوري وصحفي وكاتب قصص قصيرة. ولد سنة 1931. من أعماله، من مؤلفاته صهيل الجواد الأبيض، الرعد، قالت الورد لسنونه. مصدر النص هو سلسلة المستقبل للأطفال، دار الفتى العربي، الطبعة الثالثة 1982. نوعية النص حكاية تمزج بين الواقع والخيال. طبيعة الحال ممكن لك توقف الفيديو وتكتب على خاطرك، أنا غادي نمر باش ندوزو لحاجة أخرى. إذا أنماط الحكي، فهذاك غادي نكتبو بزاف المعلومات، اختار حتى اللي يعجبك. أنماط الحكي، السرد يمثل الطابع الغالب في النص بحكم طابع الحكاية، يعني السرد هو الحكي. ومن أمثلته يحكى أن الأمثلة ديال السرد كاين في النص، يحكى أنه كان في قديم الزمان وحدث في يوم من الأيام، وأقبل الجراد بينما كان أهل المدينة منهكمين في الجدال. ثم كاين عندنا في هذا الحكي عندنا السرد وعندنا الوصف طاغ في النص موازن، يعني هنا الكاتب كيسرد وكيوصف. ومن أمثلته الأمثلة ديال الوصف، لم تعرف يوما الجوع والحزن لا يحصى عدده، خطب طويلة، ثياب جميلة، خطباء يملكون ألسنة طويلة، رجل عجوز اشتهر بفصاحته. كاين عاوتاني الحوار، إذا كاين السرد كاين الوصف وكاين الحوار في هذا النص هذا. خير غير حاضر في النص، الحوار قال لك عفوا هنا ما كاينش الحوار، قال لك هو غير حاضر في النص باستثناء ما خطب به الرجل المنذر اهل القريه، يعني كاين غير واحد الاشاره خفيفه ديال الحوار فهاديك ديال الرجل العجوز او مخاطبه العجوز للحكيم لهم. اللغه والتركيب، استند الكاتب الى لغه ادبيه تقريريه واضحه، مزج الكاتب بين الزمنين الماضي والمضارع لاضفاء الحيويه على الاحداث. صافي هذا، نمشي ولا نوقف الفيديو ونقول مع راسك. نمشيو دابا بداية النص ونهايته. بداية النص نلاحظ فيها مؤشرات تدل على النص نص سردي، منها الشخصيات والزمان والمكان، حيث يحكى أن مالي أنه كان في قديم الزمان مدينة تملكه. إذا نهاية النص ما لا تنسجم مع العنوان لأنه تكرر فيها أكثر من مرة، كما أن يعني تكرر فيها الجراد، كما أن هذه النهاية تشير إلى الحل المقترح للقضاء على الجراد. والصورة المرفقة بالنص تنسجم مع العنوان، هذيك اللي الفوق من حيث مضمونها وصيغتها، يعني صيغة الجمع. بناء فرضية القراءة، بناء على المشيات الأولية للنص، نفترض ديما كنديرو فرضية في البداية، نفترض أن موضوعه ربما سيتحدث عن الجراد ومدى الأضرار التي يتسبب فيها للإنسان. نعم باش ندوزو، راه هادشي اللي غيطلبو منك دابا في هذا.
بعض الشروحات الإيضاح اللغوي يشمر يستعد ويتهيأ الصخب الصوت المرتفع مشحونا مملوءا مشروخ متقطع. الفكرة المحورية يعني في الفكرة العامة للنص نجاح أهل القرية في التخلص من الجراد بفضل تعاونهم بفضل تعاونهم وتضامنهم. إذا حالة البداية وصف هدوء القرية وأهلها الذين يزاولون أعمالهم اليومية في جو من السكينة والطمأنينة. الحدث المحرك هو أنه جاء واحد الخبر، إشاعة خبر قدوم الجراد إلى القرية. العقدة هو توتر أهل القرية وخوفهم وحيرتهم في إيجاد حل للتخلص من الجراد. الحل إحداث صخب وضجة، وضع الجراد في أكياس وأكله. حالة النهاية تغيب حالة النهاية في هذه القصة لأنها انتهت بمجرد اقتراح الحل الثاني، لكن يتوقع أن تعود السكينة والطمأنينة إلى القرية. نعم، حالة النهاية تغيب حالة في هذه القصة لأنها انتهت بمجرد اقتراح الحل الثاني، ولكن يتوقع أن تعود السكينة والطمأنينة إلى القرية. ألفاظ الدالة على توتر أهل القرية وحيرتهم عند سماع خبر مجيء الجراد. استحال الناس إلى مجموعة من المجانين يجرون هنا وهناك، صوته مشحون بالحرقة واللوعة، خوف يتساءل في غضب، التساؤل إشارة استفهام. إذا هنا المكان القرية، الحقل أمام المسجد الطرف الجنوبي، الزمان مساء أول أمس عام الساعة الأولى من الفجر. شخصيات مبروك، الحاج سالم عمران. مقصدية النص دور الاتحاد والتضامن في حل مشاكل كثيرة مهما كانت مستعصية. نعم، إذا هذا الشيء اللي كاين في والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على رسول